بكالوريوس اللغة الفرنسية في جامعة بيرزيت هو تخصص مميز بدأ في عام 1999. هو تخصص في اللغة الفرنسية. احنا بنبدأ مع الطلاب من مستوى مبتدئ من أبجدية، وبتتطور مهارات الطالب خلال الدراسة بيوصل لمستوى متقدم في اللغة. أما الطلاب اللي عندهم معرفة مسبقة باللغة فبإمكانهم إنهم يعملوا امتحان مستوى بيعفيهم من عدة مساقات، وبالتالي بيتخرجوا بشكل أسرع. الطلاب في دائرة اللغة الفرنسية بتعلموا مساقات في المهارات، في الكتابة، في المحادثة، مساقات أخرى متخصصة في الترجمة، في الأدب، في الموضوعات المعاصرة، بالإضافة لفهم ثقافات المجتمعات الفرنكوفونية اللي بتتحدث اللغة الفرنسية. ومن أحد أساليب التدريس المتبعة في الدائرة هو خلق تواصل بين طلبة دائرة اللغة الفرنسية وطلبة آخرين في جامعات فرنسية. وبتنظم الدائرة ورش عمل باستضافة ميسرين ومختصين في عدة مجالات، منها الكتابة الإبداعية والمسرح والصحافة من داخل وخارج فلسطين. في الجامعة بدأت من الصفر وتعلمت مهارات المحادثة والكتابة واللغة. تخصص بيفتح للطلاب كثير مجالات، وأنا واحد من الطلاب اللي طلع لهم منحة لدورة لغوية مكثفة بفرنسا. Grâce au département de français, j'ai obtenu une bourse partielle de l'université Paul Valéry à Montpellier quand j'étais en troisième année. J'ai eu l'occasion d'aller en France faire un stage linguistique intensif pendant deux mois en été à Montpellier en France. C'était une super expérience. J'ai rencontré des Français et aussi des francophones du monde entier. Ce n'était pas seulement un échange linguistique, mais aussi une découverte culturelle. Après ma troisième année, j'ai décidé de candidater au poste d'assistante de langue arabe en France. J'ai travaillé pendant une année scolaire dans deux collèges et un lycée là-bas. من الفرص المميزة اللي بتوفرها الدائرة للطلاب بالتعاون مع القنصليتين الفرنسية والبلجيكية في القدس هي فرص سفر لعمل دورات لغوية مكثفة في فرنسا وبلجيكا. خريجين دائرة اللغة الفرنسية مؤهلين لأنهم يكملوا دراسات عليا في مجالات مختلفة في أنحاء العالم، أو إنهم يلتحقوا بسوق العمل في تخصصات ومجالات مختلفة، منها التعليم في المدارس والمراكز الثقافية، الترجمة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، السلك الدبلوماسي، السياحة، العلاقات العامة والأخبار. Bienvenue au département de français à l'université de Birzeit.